إذا تعرفنا في الدرس الدروس السابقة عن واجهة الأوتلوك، تعرفنا كيف ممكن نفتح رسالة من الانبوكس وشو الخيارات اللي تكون موجودة. في الجزء الرابع راح نتابع نعرف لما تكون في رسالة في السنت ايتمز، يعني في الرسائل أو في البريد المرسل، يعني شو ممكن الخيارات اللي تكون متوفرة. طبعا في عندك خيارات سريعة لـ reply, reply all و forward، لكن لما نضغط على الرسالة حيكون في عندنا خيارات أخرى، يعني في تبويب مسج. طبعا في بعض الخيارات تعرفنا عليها مثل ignore و junk، ما في داعي نذكرها مرة أخرى. رح نيجي هون على مباشرة على الشيء المختلف أو الشيء المختلف. اللي هي resend this message، عفوا recall this message. هذه الخاصية رح نتعرف الآن كيف نستخدمها. كيف نستخدم خاصية الريكول؟ خاصية الريكول في حال كان عند جهازك موجود مايكروسوفت، اللي هو عفوا اوتلوك، لكن اوتلوك مشبوك على مايكروسوفت اكسشينج سيرفر، فلازم يكون عندك اكسشينج سيرفر، يكون عند الطرف الاخر برضو مايكروسوفت اكسشينج سيرفر. انا اللي عندي هي مش المايكروسوفت اكسشينج سيرفر، عشان هيك الان لما اطبقها ما راح تضبط، لكن اذا كان عندك شركة تتعامل مع مايكروسوفت اكسشينج سيرفر، يعني الاوتلوك مشبوك على مايكروسوفت اكسشينج سيرفر، راح تضبط 100%، لانه انا الايميل اللي عندي مشبوك على خدمة الهوت ميل السابقة اللي هي الاوتلوك حاليا، فما راح تضبط. لكن راح اورجيكم كيف راح تتم الموضوع، تستطيعوا تطبقوها في الشركة عندكم او في اذا كان عندكم او حتى في المنزل اذا كان تستخدموا مايكروسوفت اكسشينج سيرفر والطرف الاخر عنده مايكروسوفت اكسشينج سيرفر. الان بالنسبة لهذا الموضوع بدنا مثلا نكتب ايميل معين، مثلا محمود التكريتي @gmail.com، نكتب please delete this message. اوكي عايزنا نكتبها كاملة. اوكي الآن راح نبعث زي نحطها مثلا هاي important، نبعثها لهذا العنوان. طبعا أنا زي ما قلت لكم لازم يكون Outlook الاثنين، لازم يكون الاثنين بيستخدموا مايكروسوفت اكسشينج سيرفر. هذا مجرد مثال مش أكثر حتى نفهم بس كيف بتتم العملية. زي ما تلاحظوا بتروح الرسالة الآن على مجلد أو على فولدر الأوتلوك الأوتبوكس عفوا، ثم تظهر عندك هون. هسا خاصية الريكول، ممكن اني انا بعد ما ارسل المسج لشخص معين اجي على ادخل على الرسالة اللي ارسلتها، اجي على الاكشنز واعمل ريكول ذيس مسج واطلب منه انه يحذف هذه الرسالة. الان راح يحاول انه يشطب الرسالة، راح يحاول السيرفر انه يشطب الرسالة. طبعا اذا في حال شطبها رح توصلك او ما شطبها رح يوصلك نوتيفيكيشن على الانبوكس بخبرك انه قام بشطب الرساله ام لا. طبعا هي ما رح تنشطب عندي زي ما قلت لكم، لانه لازم الجهتين يستخدموا مايكروسوفت اكسشينج سيرفر. شغله ثانيه كثير مهمه، لازم تنشطب الرساله قبل ما اقراها، يعني اذا وصلت الرساله وقراتها ما راح يستطيع خاصية الريكول، ما راح تكون مفيدة لأني خلص قرأت الرسالة. فراح تكون خاصية الريكول مفيدة في حال انشطبت الرسالة أو في حال عملت هذا الإجراء قبل ما يقرأ الشخص الآخر الرسالة، لكن إذا قرأها ما راح تنشطب. في شغلة ثانية بخاصية الريكول راح أورجيكم إياها، ممكن إنه أنا أعمل ريكول وأستبدلها برسالة ثانية، مش بس إني أحذف الرسالة. في عندكم هون خيار delete and read، لاحظوا هون unread لازم تكون غير مقروءة، copies and replace with a new message، إنك تستبدلها برسالة أخرى. لما تضغط أوكي راح يطلع لك نموذج إرسال رسالة، وراح تضع الرسالة الجديدة اللي راح تستبدلها بالرسالة السابقة.
هذا بالنسبة للخيارات الموجودة في السنت ايتمز اللي هي بس الخيارات. طبعا في السنت ايتمز ايضا يمكن تطبيق رولز معينة، يعني هون في عندك الرولز راح تكون مختلفة شوي، ممكن تطبيق رولز معينة انه اذا وصلت، اذا بعت رسالة ارسلها، انه ارسل الرسالة الى الشخص الفلاني ارسلها مع عنوان الفلاني، الرسائل تكون يعني ممكن تحط برضو ممكن تحط ايضا بعض الرولز عليها. الان بالنسبة ل خلصنا بالنسبة للإنبوكس والسنت بوكس أو السنت آيتمز. رح نتكلم الآن على الخيارات الأخرى موجودة. زي ما قلنا هون في عنا زر نيو إيميل حتى تبعت رسالة جديدة، في عنا زر نيو آيتمز رح نيجي عند عليه بالتفصيل. في عندك هون خيارات سريعة لأنك تطبق رولز على الإنبوكس أو رولز على السنت آيتمز. ممكن أنك ترسلها كملاحظة لبرنامج الوان نوت، الرسالة الموجودة تبعتها ملاحظة للوان نوت. راح نجرب هسا نعمل هيك، مثلا بدنا ناخد رسالة رشدي كمان اللي كانت رسالة تجريبية انشأتها، بدنا نبعتها للوان نوت. طبعا الان يمكن يفتح برنامج الوان نوت حتى يسجل الملاحظات. طبعا اوكي رح يختار الان رح تختار الدفتر اللي بدك تحفظ فيه هذه الملاحظات. ممكن تحفظ فيه ملاحظات سريعة، وطبعا بدك تحط له اسم مثلا نسميه تجربة. مش للتسمية، للبحث. اذا نخزنه هون في ملاحظات سريعة. ممكن انك تحطها always send meeting notes، انه دائما الملاحظات يرسلها لهذا الدفتر اذا بتحب. اوكي هسا هيك هو خزن الملاحظة في الوان نوت. هو إذن هون رح يفتح تلقائيا الوان نوت، رح يورجيك كيف رح تكون الملاحظة. ممكن تطلق عليها تسمية مثلا تجربة وتخزنها. طبعا هو الوان نوت يقوم بال يعني بالحفظ بشكل تلقائي، ما رح تلاقي هون زر للحفظ. اذا هذا هو اللي كنت حاب بس يعني احكي عنه على السريع. في عندنا تاب اخر اللي هو send and receive. بالنسبه لتاب send and receive، لما تضغط على send and receive all folders ممكن مرات يكون في رسائل معلقه في السيرفر، فلما تضغط على send and receive يعني تقوم بعمل ريفرش وبالتالي توصل رسالة. ممكن تعمل أبديت للفولدر، مثلا بدك تعمل فقط لفولدر واحد مش لجميع الفولدرات، تعمل أبديت فولدر فهو بيعمل أبديت لفولدر الإنبوكس، وإذا كان في رسائل واصلة جديدة بيرسلها. عفوا توصل send all في حال كنت انت مرسل رسالة ما وصلت للطرف الآخر، تعمل send all في حال كانت معلقة على السيرفر حتى يعمل ريفرش. send receive groups ممكن تعمل لجروب معين يعني زي refresh، بدنا اياه مثلا يعمل refresh لجروب معين للinbox، دائما يعمل للinbox header الى اخره. يعني فيها يعني خيارات option اضافية. show progress حتى تتأكد انه من حالة الرسائل المرسلة. لاحظوا هون بعطيك complete successful، يعني ما فيش اي رسائل معلقة. لو كان في رسائل معلقة كانت تظهر هون عندك على شكل جدول. cancel all مثلا بعت رسالة بدك تكنسلها، تستخدم هاي الخاصية cancel all حتى تمنع الرسالة انها ترسل. خلينا نجرب
خلينا نجرب هسه نبعث رسالة ونشوف كيف. مثلا تست نيجي على send and receive نحط cancel all. لاحظ هون لما حطينا cancel all دغري قام بإيقاف الرسالة. إذا لاحظ إنه أعطانا تقرير إيرور إنه نحن كنسلت الرسالة قبل ما أبعثها. في حال بدي أرسلها أحط send all راح تلاحظ إنه الرسالة راحت. إذا هذا هو الفائدة. ممكن هسا work offline، هاي في حال إنك بدك تشتغل على الأوتلوك بدون ما يكون متصل بالإنترنت، تعمل له disconnect from server وتشتغل على الأوتلوك بدون ما يكون متصل على بالإنترنت أو بالسيرفر، وبالتالي ما رح توصلك رسائل جديدة وما رح تستطيع إنك ترسل أي رسائل. نيجي هون على الفولدر، ممكن تعمل هون نيو فولدر مثلا سمينه، احنا سمينا هون عملنا فولدر نوتس، لا ما عملنا او حذفناه، يمكن نعمل هون مجلد نسميه نوتس نحطه في الاوتلوك. زي ما تلاحظوا صار في عندنا فولدر جديد اسمه نوتس. ممكن نبحث عن شيء معين في الفولدرات، نبحث عن رسائل غير مقروءة، نبحث عن الرسائل المعلمة في علم محطوط لها علم، يعني ممكن نبحث في الرسائل الكبيرة، الرسائل مع attachment، رسائل مع كلمات محددة. مثلا نختار هون الرسائل المعلمة بعلم، رح تلاحظ انه رح يظهر لك جميع الرسائل اللي محطوط عليها علم او اللي هي مميزة بعلم. ممكن نستخدمها في اشياء، ممكن نختار اذا كان في حساب ثاني نختار الحساب الثاني اللي بدنا نبحث منه، مش شرط الحساب اللي عم نستخدمه حاليا. ممكن هون نستخدم هون حتى نبحث مثلا عن كلمة معينة، نبحث عن موضوع معين في رسالة معينة، نحط الخيارات، نحط الوقت انه مثلا بدنا اياها انه وصلت طلعت لاخر ما تكون رسالة واصلة او خارجة، خيارات اخرى فقط انه نبحث الرسائل الغير مقروءة، نبحث الرسائل المهمة، نبحث الرسائل حجمها بين كذا وكذا، فيهم خصائص متقدمة. انه مثلا تبحث في يعني ممكن نستخدم نعمل فولدر يكون فيه بحث متخصص، يعني خلينا نجرب نعمل واحد مثلا بدنا اياه يبحث في السبجكت عن كلمة UII او يبحث عن الرسائل اللي جاي من نسميه فيف سيرش. لاحظ هسه انه يعني خزن المعلومة هاي، هون طلع كيف انه لقى 14 نتيجة. ممكن نستخدمها في هسه راح نكمل. ممكن هون مثلا تستخدم ميك اول ريد انه كلها تكون مقروءة، وهدول ما راح احكي عنهم مرتين، حكيت عنهم من قبل. رن رولز ناو
بدك تطبق على الميل بوكس انه يطبق الرولز اللي انت كنت واضحها سابقا يطبقها الان، ممكن تضغط على هاي عشان الترتيب، يترتب بشكل الفولدرات بشكل تصاعدي او حسب الحروف الابجديه. اذا بنكمل ان شاء الله بالجزء الخامس.